السلام عليكم اخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله، وكنتمناكم تكونوا كملتوا التكوين ديالكم اللي مازال كيدوز. كنتمنوا ليه التوفيق كيف العادة، والله يسر لكم الامور ديالكم. بالنسبة كتذكير عاوتاني، كنعاود نقول لكم اللي احتاج شي حاجة، اللي حصل شي حاجة ما عرفش كيفاش يتصرف معاها يتواصل معايا، غادي نحاول نفك معاه المشكل ان شاء الله، وكنتمنى لكم التيسير مره اخرى. اذا كتذكير الوثائق من بعد ميزاجور الجديد اللي داروا صحاب فرصه، على سميتو ميزاجور حيت كل مره كيخرجوا شي حاجه جديده. اذا كتذكير الفيديو اللي قبل هذا، يعني بالنسبه للصيغه القانونيه راها يعني تلغات، بالنسبة اللي مازال ما دارهاش راها تلغات في البداية، يعني في داك الدوسي اللي كتقدموا ليهم في الأول باش تدوزوا للتمويل، وكديروا معاهم واحد الالتزام. بالنسبة للالتزام اللي هو هذا اونجاجمون، يعني كديروا فيه السمية ديالكم إذا كنتي راجل ولا امرأة، كدير السميه ديالك هنا ولا كدير السميه ديالك، وكدير النيميرو ديال الدوسي ديالك، النيميرو ديال الدوسي اللي كيكون طالع عليكم فين تسجلتوا اول مره في فرصه صافي، وكديروا السينياتور ديالكم هنايا. وهنايا الى لاحظتوا هنايا، يعني من بعد ما كطلع لك النوتيفيكاسيون ديال يعني كيقبلوا لك الدوسي ديالك وكدوز للتمويل، خاصك من بعد ما قبلوك خاصكم 15 يوم تكريو فيها هذيك الصيغه القانونيه، يا مقاول ذاتي يا روجستر كوميرس يا كوبيراتيف، يعني كل واحد عارف اشنو غادي يدير. كديروا لا سيغناتور ديالكم هنايا وكتكاليزيوها وكتعاودوا تصيفطوها لهم في الدوسي. بالنسبه للناس اللي مازال ما داروش صيغه قانونيه، يعني ما عندهم لا مقاول ذاتي لا بيرسون فيزيك لا روجستر كوميرس لا شركة لا كوبيراتيف، اما بالنسبة اللي عنده احنا غادي نطرقوا اللي عنده دابا، احنا هو غادي يشوف شنو غادي يحتاج في الاوراق، حيت شرحت جوج فيديوهات ومازال بعض الاخوان كيسولوني اشنو غادي يخصني شنو غنحتاج، دونك انتما غادي تعرفوا شنو غتحتاجوا دابا. بالنسبة للبيرسون فيزيك يعني روجستر كوميرس، اشنو غادي تحتاجو؟ غتحتاجو لا دوموند ديال الفينونسمون يعني الطلب، وغتحتاجو ديكلاراسيون يعني التصريح بالشرف. هادو بجوج يعني في الجروبات فين راكم داخلين فين مدخلينكم الحاضنات ديالكم، راه كيصيفطو ليكم هاد الدوموند وهاد ديكلاراسيون يعني طلب وتصريح، كتعمروه ومن بعد كتيريوه كتسينيوه وكتديوه كتكاليزيوه، وغادي يخصكم فوتوكوبي ديال يعني غتصوروا داك الكوبي ديال روجستر كوميرس، يعني غتسكانيو. وغادي يخصكم لاتيستاسيون دانسكريبسيون على باتونت، هذه كتجيبوها من صحاب الضريبه، يعني كتمشيو كتطلبوها، سميتها اتيستاسيون دانسكريبسيون على باتونت. غالبا بالنسبه للناس اللي ما عمرهم ما طلبوا هاد لي ماتريكولاسيون على اي سي اي، غالبا كيخرجوا لكم ورقه وفيها بلاصه الماتريكولاسيون على اي سي او، ولكن ما كاينش دوك الارقام اللي غيخرجوا لكم الورقه، قولوا لهم عافاك محتاجين هذيك لاي سي او، غادي يخرجوها لكم سير بلاص ديك الساعه. يعني هاد الورقه لا تيستاسيون دانسكريبسيون لي ماتريكولاسيون اي سي او راه كاينه في ورقه وحده فيها النيميرو ديال لا باتونت وفيها لاي سي بجوج، وغادي يخصكم لاتيستاسيون دو ريب. لاتيستاسيون دو ريب كتجيبوها من البنكة ديالكم، وغادي تخصكم كونترا د باي يعني عقد الكرا او لا عقد سير او لا وعد بالكراء او لا الرسم اللي عنده الرسم ديالو، وغادي يخصكم دوفيات من لي فورنيسور او لا اللي غيصلح المحل ديالو، غادي يشوف هذاك اللي غادي يخدم ليه داك الاصلاح، يعطيه لا فاكتور دوفي، يعني واحد ليستيماسيون شحال غيتقام عليه داك الشيء ومكاشي فيه،
واللي خاصو السلعة ولا الماتيريال غادي يشوف الفورنيسور هو اللي غادي يعطيه هاد الشيء هذا. وكاين لافيش تكنيك وكاين البيزنس بلان. بالنسبة لافيش تكنيك والبيزنس بلان، راه الناس فرصة هما اللي كيعمروا معاكم هاد الجوج هادو. يعني نتوما خاصكم تجمعوا هاد الوثائق هادو. وبالنسبة للفيش تكنيك والبيزنس بلان، راه الناس فرصة كياخدوا معاكم واحد الرونديفو، اما كيعيطوا عليكم في التليفون واما كيجمعوكم كما دايرين حاليا. يعني الجهة فين كاين انا بني ملال الخنفرة، يعني دابا راهم في داروا جمعوا الناس في خريبكة وعاودوا جمعوا الناس في بني ملال، ونهار الحد ان شاء الله غادي يجمعوا عاود تاني الناس في خنفرة. كيصيفطوا لكم اللوكاليزاسيون فين كاينين، وكيصيفطوا لكم واحد الفورميلير كتعمروها باش كتطلع عندهم السميه ديالكم مع اش غادي تحضروا، باش يسجلوكم يعرفوا شحال الناس اللي غادي يحضروا. صافي، وكيعمروا معكم دوك الوثائق بالنسبه ديال البيزنس بلان والفيش تكنيك. وحاولوا تديو معكم هاد الوثائق من بعد ما تصيفطوهم. يعني هاد الوثائق هادو انا كنقول لكم تجمعوهم وغتصيفطوهم في الجيميل اللي هما عطاوكم. يعني كنظن لحد الساعه الجميع راه كيتواصل مع الحاضنات ديالو، يعني غيكون داخل في شي جروب واتساب. كاين شي بلايص محسوبين على رؤوس الاصابع، بعض الناس كيتواصلوا معايا اللي ما كيتواصلوش معاهم الحاضنات ديالهم وما دايرينش ليهم جروب واتساب، كيشكل عليهم شي شويه الصعوبه، يعني ما عرفوش شنو غيديروا. ولا بالنسبه للي واقع في هذا المشكل هذا، انا دائما كنقول لكم رجعوا للرقم ديال 5544 عيطوا، غادي يديروا لكم شكايه، راه غادي يتواصلوا معكم الحاضنه ديالكم وغادي يحلوا معكم المشكل. صافي، اذا كتجمعوا هاد الوثائق هادو كما قلت لكم كتجمعوهم كتصيفطوهم كتردوهم بي دي اف. يعني من الاحسن شنو غادي ديروا، تمشيو عند شي مول المكتبه ولا مول السيبر، تديو ليه الوثائق، قولوا ليه عافاك سكاني لينا هاد الوثائق هادو، اي سكانيهو يحطوهم لكم في واحد الكلي يو اس بي ولا واحد الكارت ميموار، ولا يصيفطها لكم في واتساب ولا في الجيميل، المهم كل واحد كيفاش كيبغي يتعامل. من بعد كتصيفطوهم ليهم في الجيميل، واخا صيفطتوهم في الجيميل حاولوا هاد الوثائق تجمعوهم في واحد الدوسي، نهار غتلاقاو معاهم في شي اجتماع ولا غتديو معاكم هاد الوثائق باش يفيريفيوهم. ونزيدكم نقطة أخرى الله يرضي عليكم، باش ما تشكلوش واحد الخطورة على الدوسي ديالكم ما يتقبلش، اللي عنده شي ضريبة يخلصها، اللي عنده شي كريدي يحاول يقولها للحاضنة ديالو باش يدافعوا عليه، باش اللجنة ديال التمويل يعطيكم واحد المهلة باش تخلصوا داك الشيء، ولا يقدر يديروا معكم واحد الالتزام انكم غتخلصوا داك الشيء. المهم كل واحد والمشكل اللي عنده، كل واحد كيفاش غيحلوا معاه المشكل. لا حاولوا ما تقدموش الدوسي ديالكم للتمويل وانتم ما عندكم مشكل في البنكة ولا عندكم مشكل مع الناس ديال الضريبه، يعني ما مخلصينش الضرائب. بالنسبه لهنا يعني تعرفنا على بيرسون فيزيك. اذا هنايا الى لاحظتوا عندنا الانسكريبسيون انا باتونت، وعندكم لاي سي اي، وعندكم روجستر كوميرس. اذا هادو اللي غادي نسيليكسيوني دابا. بالنسبه للناس اللي مازال ما داروش الصيغه القانونيه وبغاو يديروا روجستر كوميرس، راه هاد ثلاثه هادو ما غاديش يجمعهم، حيت مازال ما دارش صيغه قانونيه ديال روجستر كوميرس، يعني بيرسون فيزيك. اذا غادي يتلغى وغادي يجمع داك الشيء الاخر. هنايا غادي نمشيو للمقاول الذاتي. المقاول الذاتي الاخوان تقريبا بحال روجستر كوميرس، يعني عندنا الدوموند وعندنا الديكلاراسيون، يعني الطلب وعندنا التصريح. غنحاول نشرح كلشي بالعربيه بلا ما نبقى نقراهم عليكم. وعندكم لاكارت ديال المقاول الذاتي، اللي عنده لاكارت غادي يسكانيها، اللي ما عندوش ومشى تسجل قبل ما يديروا داك الميزاجور
غادي يصيفط لهم الروسي باش تدفع، حيت البنكه راه كتعطيكم واحد الروسي بانكم دفعتوا المقاول التاجي، ولا تيتاسيون ديال لاي سي اي تقريبا بحالها بحال الريجستر كوميرس، غير هادي كتجبدوها غير من ليسباس ديالكم في المقاول الذاتي، يعني في داك السيت ديال المقاول الذاتي، يعني كديروا لا كارت ناسيونال وكديروا المود باس وكتدخلوا، راه كاينه هذيك لاي سي او، يعني كتيريوها كتعاودوا تسكانيوها وكتصيفطوها لهم، وعندكم لو ريب، الريب ديالكم كتجيبوه من البنك كيما ذكرت قبل، وعندكم كونطرا دباي والوعد بالكرا والى اخره، هادو كيما شرحت قبل هادو كيبقاو، والدوبيات وكذلك الفيش تكنيك والبيزنس بلان كيعمروهم معاكم الناس فرصه. اذا حتى لهنا غادي نكون ساليت الفيديو ديالي بالنسبه لهاد السياق هادو، وكان بالنسبه للشركه وكوبيراتيف راه حتى هما بحال يعني ما كاينش شي اختلاف كبير، شركه غالبا راه كاينين الناس اللي عندهم شركه راه عندهم الكونطابل ديالهم هو اللي كيتكلف لهم بزاف. ايوا المشكل اللي كاين حاليا هنا، الاستفسارات اللي جاوني لحد الساعه الناس اللي عندهم المقاول الذاتي ولا عندهم بيرسون فيزيك، يعني هادو اللي انا كنتواصل معاهم بزاف، اللي عندهم شركه كنظن ما عمر تواصل معايا شي واحد، وكوبيراتيف كذلك. انا كنعاود نذكركم عاوتاني نقطه اخرى، الله يرضي عليكم، الله يجازيكم بخير، ديروا في بالكم بانكم راكم بديتو من شهر واحد تقريبا، من شهر واحد وحنا دافعين الدواسة ديالنا وقربنا حاليا للتمويل، يعني ما بقى لينا والو، بقى لينا تقريبا شي سيمانات قلال اننا نوصلوا للتمويل. الله يجازيكم بخير، اللي عنده شي مشكل في الضريبه، واخا يعرف ما عرفتش يتسلف من شي حد في العائله ولا، مهم كيف ما كان الحال هذاك الشيء كيبقى كيتجمع عليكم، الضرائب كيتجمعوا عليكم، من الاحسن حيدوهم صافي، ما عندكم ما ديروا بهم، حيدوهم. كاين بعض الناس عاوتاني اللي هاز كريدي، والله الله يهديه، هاز كريدي مثلا واحد مليون ولا جوج المليون صافي، ما بقاش بغى يخلصها، وراك غادي تخلصها، غتخلصها عاجلا ام اجلا، راك غتخلصها راه غير البنكة وصحاب الضريبات يحسبوا عليك ديك الماجوراسيون، راك غتخلصها اللهم خلصها في ديك الساعة اللي رخيصة، ولا تبقى حتى تتولي واحد لاصوم لي كبيرة. المقاول الذاتي اغلب الناس انا كنتواصل معاهم عندهم هذا المشكل في المقاول الذاتي، دار مقاول ذاتي كتخرج ليه لاكارت كيضربها في البسطام كينسى، لا خويا راه درتي مقاول ذاتي راه كتخلص 100 درهم كل شهر ديال لا سينيسيس، الله يجعلك ديكلاري بصفر، ما ربحتي حتى حاجه في ديك الشهر، راك غادي تخلص 100 درهم ديال لا سينيسيس، درتي مقاول ذاتي راك غادي تخلص كل شهر 100 درهم، خاصك ديكلاري ولو ديكلاري بصفر، ما ربحتي حتى ريال، بصفر درهم، راه 100 درهم غتخلصها ما خلصتيهاش كتزيد عليك الماجوراسيون. كاين اللي نسى المقاول واحد المده طويله هذه كيمشي كيسول كيلقى عنده واحد 24000 ريال ولا 35000 ريال ولا 40000 ريال كل واحد، واش المهم كان عندكم شي مشكل اللي يعني تعذر عليكم انكم تحلوه بحال شي كريدي اللي كتير بزاف، ولا اولا مع الناس اللي مسؤولين على فرصه اللي غيدفعوا لكم التوصيل اللي هما الحاضنات، حاولوا تصرحوهم بهذا الشيء، قولوا لهم اوديها شنو عندنا اشنو عندنا. انا عندي كريدي ديال 2 المليون راه ما نقدرش حاليا انني نخلصو، ما نقدرش نخلصو، الله يجازيكم بخير، الا قدرتوا تعاونوني في شي حاجه يعني تعاونوني بشي فكره ولا اشنو ندير، يقدروا يعاونوك، يقدروا كذلك يقنعوا اللجنة ديال التمويل انهم يعني يصبروا عليكم شي شويه بين ما خلصتوا او لا. انا اللي كنشوف واللي شفت قدامي الدوسي ديالك مقاد، الوثائق اللي طلبوا لكم راهم مقادين، ما عندكم لا كريدي، ما عندكم حتى شي مشكل في دار مع اصحاب الضريبه، الدوسي ديالك راه مقبول 100%. والله أعلى وأعلم، كنتمنى لكم التيسير إن شاء الله،
ونقطة أخرى اللي بزاف كيسولوني عليها، واش الفلوس غادي يدوزوا للفورنيسور نيشان؟ واش غادي يدوزوا عندي الفلوس؟ كنذكر عاوتاني مرة أخرى، الفلوس كيدوزوا ليك الكونت ديالك في الحساب الشخصي ديالك في البنكة ديالك، يعني في داك الوريب اللي عطيتيهم. ولكن هادوك الفلوس أي حاجة شريتيها خاص تكون عندك واحد الوثيقة، يعني فاكتورة مكاشية من هذاك الفورنيسور اللي باع ليك ولا داك السيد اللي باع ليك بأنك شريتي ديك لا ماشين كذا وكذا، يعني سميتها بقدها وقدها. حيت واحد النهار غادي يكون شي راه كاين كونترول، ماشي واحد النهار، كونترول راه كاين، كيوصيو وكيعاودو، كونترول راه كاين 100%. فاش غادي يكون كونترول غتكونوا غادي يكونوا الامور ديالكم مزيانه، يعني ما عندكم مشكل. سي محمد شريتي هادي ولا اشنو شريتي؟ شنو درتي الفلوس ديالك فين مشاو؟ انا ها شنو شريت، ها الوثائق باش شريت، وها لاصون باش شريت. صافي كتخرجوا من باب واسع، ما كتخليوش المشاكل لراسكم. يقدر يكون واحد الدعم واحد اخر، يقدر راه مازال ان شاء الله غادي نتكلم لكم على مبادره اللي تقدر تاخذ منها حتى 10 المليون، ما غادي ترجع منها حتى شي حاجه، حتى هي تقريبا كدوز في المراحل ديال فرصه، نفس المراحل تقريبا، نفس الوثائق، يعني مقاربين بزاف. فرصه مزيانه، مبادره مزيانه انك تعطيك حتى 10 المليون ما كترجعهاش، على عكس ديال الفرصه كتعطيك حتى 10 المليون ولكن كترجعها. اذا هادشي اللي كاين، ونتمنى لكم التيسير ان شاء الله. اللي بغى يستفسر على شي حاجه ولا بغى نعاونو في شي حاجه، اللي حصل في شي حاجه في الدروس يتواصل معايا، انا معاكم ان شاء الله تتكملوا الفورماسيون ديالكم، والله يسر لكم الامور. كنعتذر على الفيديو اللي كان قبل هذا، كنظن كانت فيه الموسيقى شي شويه مجهده، صراحه ما رديتش البال وما كانش عندي حتى الوقت باش غادي نقاد داكشي مزيان، سمحوا لي بزاف. كنعتذر مره اخرى حيت درت واحد الشيء بزاف الازعاج، ماشي شويه. وانا عاود جددت لكم فيديو جديد باش انكم تستافدوا من دوك الوثائق اللي بالنسبه لي مازال ما جمعهمش، بالنسبه لي ما فهمش شنو غيجمع. نتمنى لكم التيسير ان شاء الله، ونهاركم مبروك، وكنتمنى لكم مسيره موفقه ان شاء الله.